سمعت اخر تراك تراب لعمرو بن كلثوم؟ اكيد لا، لان مفيش مغني راب اسمه عمرو بن كلثوم. عمرو بن كلثوم هو واحد من اهم شعراء الجاهليه، واللي ليه معلقه من ضمن المعلقات السبع. امال ايه علاقه ده كل ده بالتراب؟ سمع بص، كلام في الفن المسموع والمرئي وما بينهم، وانا حزمي. كأن والسيوف مسللات ولدنا الناس طرا اجمعين. في القصيدة في البدة تحديدا عمرو بن كلثوم بيقول ان احنا اول ما نخش الحرب والسيوف اللي تطلع من اغمادها كأن احنا اصحاب البشرية كلها، كأن احنا اللي انجبنا البشرية كلها وكل الناس ولادنا، واحنا من حقنا نحميهم. وده في اشارة الى قوتهم في الحرب، وان هم اقوى ناس في المنطقة او اقوى ناس في القبيلة. نفس المعنى تقريبا اتكلم عنه ويجز، لو انت بابا طب انا مين، او الجوكر نمرة واحد ده مش انت لما قال انت بابا هما انا بابا انت، مع اختلاف المعنى شوية، لكن في النهاية هو شكل من اشكال الفخر. من هنا تيجي العلاقة او اول تشابه ما بين الشعر الجاهلية والتراب. شعر الجاهلية زمان كان ما بين الفخر والهجاء. الفخر هو ان انا افخر بقبيلتي، بنسبي، بسلالتي، بقدرتي ان انا حارب كويس، بطبتي، بقوتي، بشجاعة الفرسان بتوعي، بعدد الخيول، بعدد الجمال. فخر. الهجاء العكس تماما، ان انا اركز مع قبيله معينه او شخص معين وهجوم. وده كان بيميز شعر العرب في الجاهليه. اول التشابهات المهمه ما بين شعر الجاهليه والتراب، واحنا دلوقتي بنتكلم في مجموعه من التشابهات او مجموعه من العوامل المتشابهه اللي بصراحه تخلي الاثنين قريبين من بعض، لكن ده فن وده فن. التراب مبني على الفخر والهجاء ايضا، شعر الجاهليه مبني على الفخر والهجاء ايضا. احمد مكي كان عامل فكره قديمه اسمها الراب اصله عربي، حاول يتكلم في الفكره ديت وحاول يوصف لنا ان اساسا فكره الراب شبه بالظبط الشعر العربي القديم، وده الى حد ما صحيح جدا، لان شعر العرب كان فيه من المروءه والفخر، وكان فيه من القوه، وكان فيه من قوه الالفاظ والاساليب اللي بتخليهم يقدروا يعبروا عن نفسهم بالشعر. شعر الهجاء قريب قوي من فكرة الدس، اللي جاي من ديس ريسبكت، واحدة من الأفكار الأساسية في غنى الراب أو التراب، وهو إن أنا بختار شخص معين وبديس ريسبكت أو بدسه بمعنى آخر. ومعنى إن أنا أدسه معناها إن أنا أبتدي ممكن أتريق عليه، ممكن أسخر منه، ممكن أسخر من مستواه في التراب، ممكن أسخر من مستواه في الكتابة، ممكن أسخر من مستواه في المزيكا، وممكن كمان أسخر من طريقة حياته بشكل عام. وده ما كانش يختلف كتير جدا عن اللي كان بيعمله عمرو بن كلثوم وزملائه اللي إحنا واخدينه فقط مثال النهاردة. البيف هو حالة الكبيرة اللي فيها اتنين رابرز بيتبرزوا او بيتكلموا عن بعض، والديسنج هو شكل ان التراك يكون فيه ديسنج، زي بالظبط مع عمرو بن كلثوم في القصيدة دي تحديدا، وهي من قصائد المعلقات، والمعلقات هم مجموعة من القصائد، ناس قالت 7 وناس قالت 10، اتعلقوا على جدار الكعبة قبل الاسلام، وهم بحكم العرب اهم 7 قصائد اتكتبوا في الفترة دي، وكانت منهم معلقة عمرو بن كلثوم التغلبي. وأن المانعون لما أردنا، وإن النازلون بحيث شينا، وأن التاركون إذا سخطنا، وأن الآخذون إذا رضينا، ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ملأنا البر حتى داق عنا، وماء البحر نملأه سفينا. كل اللي فات ده محاولات إن أنا أوري لك إن في تشابه ما بين هنا وهنا، مع اختلاف اللغة، اختلاف العصر، بتتكلم في حوالي 2000 سنة فرق، لكن النفس البشرية تقريبا هي لما تكون بتتكلم عن الفخر أو الهجاء، كل اللي بيختلف بس العصر. احنا بنحاول نتكلم على أنواع من الفن شايفين فيها تشابه، وهذا ليس تقليل من الشعر العربي، بالعكس احنا بنقول إن الشعر العربي هو أصل الفنون جميعا، بس كل الحكاية إن الزمن بيتطور والأفكار بتتطور، لكن في النهاية لما تيجي تقابل الأبيات والبراء أو البار باللفظ بتاع التراب، مش هتلاقي صدقني في فرق كبير. الدس أو الديسنج والبيف احنا عارفينه في السين بتاع التراب. تراب هو الأساس، رابر ورابر بيدسوا بعض أو بيهاجموا بعض أو بينكشوا بعض أحيانا، وكلهم ليهم معنى واحد. لكن قصة عمرو بن كلثوم التغلبي في الحقيقة هي أكبر من كده شوية. القصيدة دي اتكتبت علشان يحاول عمرو بن كلثوم إن هو يفخر بقبيلته بنو تغلب، في نفس الوقت يحاول إن هو يهجو بنو بكر، وهي القبيلة اللي كانوا على وشك إن هم يحاربوا بعض، وفعلا بتقوم بينهم حرب قوية جدا. القصائد عند العرب قبل الحرب كانت بتبقى شبه كده جزء من الحرب النفسية، إن لما أنا أقول قصيدة أفخر فيها بنسبي وبقوة الجيش وبشكل السيوف وشكل الجمال وشكل الحصنة، ده نوع من أنواع الهزيمة النفسية
الأساسية اللي أنا برميها في نفس العدو بتاعي قبل ما حاربه. في القصيدة دي تحديداً عمرو بن كلثوم بيكلم واحد اسمه عمرو بن هند، وهو في الحقيقة من بنو بكر، يعني القبيلة التانية. وفي إشارات كتيرة جداً جوه القصيدة ديت لعمرو بن هند وهو بيتوعده، وفي الحقيقة معظم الآراء بتقول إن عمرو بن هند قتل بالفعل على إيد عمرو بن كلثوم أو قتل في المعركة، أياً كانت الرواية. لكن العرب عندهم ما كانش الشعر بينفصل قوي عن حياتهم، بالعكس كان مرتبط بالشجاعة وزي ما قلنا مرتبط بالتحضير للمعركة. الشعر عند العرب كان كمان بيميزه حاجة مهمة جدا، انه كان بيبقى المفروض يكون شخصية متكاملة، يعني الشاعر المفروض انه هو يكون شاعر ومقاتل وفارس وشجاع ويكون رب أسرة ويكون يعتمد عليه، وبالتالي ما كانش بينفصل عنهم فن الشعر عن شخصية الشاعر نفسه. ده غير ان معظم شعراء العرب سواء في الجاهلية او ما بعد ذلك، شعراء صدر الإسلام والعصر العباسي وما بعده، كلهم تقريبا كانوا بيبقوا فوارس، كانوا شخصية متكاملة وشخصية لها من الشجاعة والفخر، بحيث ان الشخصية نفسها تكون مش بس شاعر ولكن يبقى شاعر وأشياء كتير أخرى. شعر الجاهلية كان من ضمن الخصائص بتاعته ان القصيدة ما بتبقاش فكرة واحدة، قصيدة ممكن تبدأ بالحبيبة بعد كده تتكلم عن الخمر، بعد كده تتكلم عن الحرب، بعد كده ترجع تاني تتكلم عن الحبيبة، بعد كده تدخل في الفخر، وبعد كده تطلع في الهجاء، بعد كده ترجع تاني للفخر وهكذا. الشكل ده واحنا قاعدين بنسمع لقينا ان حتى الشكل ده موجود في بعض اغاني الناس اللي بتعمل تراب دلوقتي، ان الافكار في بعض التراكات او في بعض الاغاني. ممكن مثلا تلاقي مروان موسى بيبدأ اغنية زي شيرتون بيبدأها بوصف حياته وصف الحبيبه وغيره، وبعد كده ممكن يتنقل لموضوع ثالث ورابع وهكذا. نفس الكلام بيعمله ويجز في 21 مثلا، بيتكلم عن الحبيبه شويه وبعد كده يبتدي يتكلم عن جيله. برغم ان البنى نفسه قد يبدو ان هو متشابه، لكن احنا تاني بنأكد ان كل واحد بيعبر بطريقته وطبقا لمعطيات العصر بتاعه. شبه كمان التراب باتل او الراب باتل، اتنين رابر بيقفوا قدام بعض، كل واحد بيملك مهاره معينه وبيتفقوا على شكل منافسه بينهم هتبقى عامله ازاي، يا اما ان هما يخشوا قدام بعض سواء ببيت على ايقاع او من غير بيت خالص فبيتكلموا بصوتهم، واحيانا بيسمى اكابيلا او استخدام الصوت المجرد. المهم ان هما الاتنين بيبداوا فلو او بيبداوا يتبارزوا بالتراب لحد ما المحكمين اللي حواليهم هما اللي يختاروا مين اللي كسب او يحتكموا للجمهور بنفس الشكل. تخيل معايا ان انت في الصحراء، كان يسمى سوق عكاظ، زحمة رهيبة، شعراء من كل الطبقات، ومن كل الطبقات لأن في كتاب اسمه طبقات الشعراء، والكتاب ده بينصنف شعراء العرب حسب موهبته. في شعراء من الطبقة الأولى اللي بالمناسبة عمرو بن كلثوم منهم، ثم الطبقة الثانية والثالثة وهكذا حسب الموهبة والقوة بتاعته. في سوق عكاظ في طريقتين، انك تختار محكمين، وغالبا كان بيبقوا من بنو تميم، واحدة من أرفع وأهم قبائل العرب، وكانوا معروفين بالبلاغة، ودول كانوا بيقفوا يحكموا ما بين الشعراء. الطريقة التانية ان انت تحتكم للجمهور، الجمهور هو اللي هيعلن حسب تفاعله مع شاعر من الاتنين مين منهم اللي كسب. معنا الصحراء ومعنا اليوم بحاله ومعنا اليوم بطوله، وممكن تمتد الايام المبارزة الشعرية لحد ما واحد فيهم يا اما مجهوده يقل يا اما تهرب منه القافية. يعني ايه تهرب منه القافية؟ غالبا ان الشعراء كانوا بيتبرزوا بحيث يبقوا ماشيين على نفس القافية. يعني مثلا لو القصيدة بتنتهي بنون يبقى لازم كل المبارزة الشعرية تنتهي بحرف النون وهكذا. متخيل صعوبة الامر؟ الصحراء والشاعر لازم يكون اوال، زي بالظبط ما الرابر لازم يكون اوال بطريقته وبموهبته. في النهاية هي ملكة، والتلقائية عند الشاعر واحدة من الحاجات اللي بتميزه، سرعة البديهة والقدرة على الارتجال واحدة من مميزات الشاعر بشكل عام، وواحدة أيضا من مميزات الترابر أو الرابر بشكل عام. الفلو والبيت في التراب، الفلو واحد من تعريفاته هو قدرتك على ان انت تنتج الكلام او يطلع منك الكلام بترتيب معين، وهو بالظبط بيبقى مرتبط بالنيرف بتاعك او الطريقة او الباور بتاعتك او الهلة بتاعتك او زي ما بيقولوا ويجز احيانا الفايبس. الفلو والبيت في التراب، الفلو هو غالبا بيبقى تقطيع الكلام او نوع الكلام اللي انت ازاي بتعبر بيه عن الفكره اللي انت عايز تقولها. الفلو مرتبط جدا زي ما ويجز مره وصفها التكه بتاعك او الفايبس او الطاقه اللي انت بتطلعها من الطريقه اللي انت بتقول بيها الكلام. البيت هو الايقاع اللي انت بتركب عليه الكلام ده. في بعض الرابرز بيخلق الفلو الاول وبعدين يحطه على البيت، او العكس يعمل البيت وبعد كده يبتدي يحط عليه الفلو. شخصيه كل رابر او كل واحد بيعمل تراب تبقى مختلفه عن التاني حسب ثقافته حسب عيشته
وحسب اللي بيسمعه وحسب اللي بيقرأه أحيانا وحسب شكل الاجتماعي وحسب حياته الاجتماعية عايشة ازاي. يعني الرابرز اللي في اسكندرية غير الرابرز اللي في عين شمس غير الرابرز اللي في الزمالك، كل واحد فيهم ليه حياة مختلفة عن التاني.